شو يا خال؟ نسيت انه انا طول عمري بمثابة ابنك؟ لا ما نسيت. لو نسيت كنت قلت لك العيار. ليش شو ضل اكثر من هيك؟ ولو يا خال، كل شيء ساويناه لهلا اسمه رغوه، بارودة خردو، يعني الكاتيوشا لسه ما طلعنا. طيب ليش؟ مع انك عم تتغابى رح جاوبك. رح جاوبك لحتى ما تفكر بالمستقبل انك تكوع او تطلع عن السكه. شوف يا خال، في شغلتين او طرفين كنت احكي لك عنهم دائما، اسمهم الولاء والطاعه. هدول الطرفين عندك فجاه صابهم ضمور، وعادة لما الأطراف بتضمر بصير لازم تنبتر مشان ما تساوي قرقرينا ويروح فيها البني آدم. بس أنا ما بترت لهلا، أنا حذرتك وبس. أنت لعبت بديلك، قصينا لك يا وساوينا حبل مشنقة منشده لما بتحوس يا سوس. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.